وحققت قناة السويس إنجازات عديدة كما أنها حققت إيرادات بلغت 9.4 مليار دولار هذا العام. هذا إلى جانب حرص الدولة على تطوير محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية وإقامة مشروعات تنموية جاذبة للاستثمارات الأجنبية. مكانه دوليه خاصه تكتسبها قناه السويس باعتبارها شريانا وممرا ملاحيا رئيسيا لحركه التجاره العالميه وما توفره من تسهيلات وخدمات ملاحيه للسفن والناقلات العابره تتواكب مع المتغيرات والتطورات المختلفه في منظومه النقل البحري انجازات عديده حققتها قناه السويس مؤخرا حيث اعلن رئيس هيئه قناه السويس اسامه ربيع ان القناه حققت هذا العام لاول مره ايرادات بلغت 9.4 مليار دولار تطوير مستمر يشهده المجرى الملاحي لقناه السويس اذ تمت اقامه خمسه جراشات اضافيه بجانب الخمسه الموجودين بالفعل وذلك حتى لا يتم تعطيل الامن المستدام لقناه السويس كما تشهد قناه السويس مشروع توسعه القطاع الجنوبي الذي يؤدي الى استيعاب السفن من ست الى ثمان سفن يوميا فضلا عن وصول المجرى الملاحي لاستيعاب 107 سفن يوميا من قافلتي الشمال والجنوب بالنسبه لمشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناه السويس فقد تم تنفيذ 94% من اجمالي اعمال التكريك بمشروع التوسعه والتعميق الجاري تنفيذه واوضح رئيس الهيئه ان نسبه الانجاز بالجزء الثاني بموقع مشروع ازدواج القناه بمنطقه البحيرات المره الصغرى بلغت 53.5% النتائج الأولية للجدوى الفنية لمشروع تطوير القطاع الجنوبي باتت ملموسة إلى حد كبير للسفن العابرة للقناة من الاتجاهين إذ قدمت مواقف ملاحية عديدة برهانا عمليا على ذلك منها نجاح جهود الهيئة في تجنب حدوث جنوح لناقلة البترول العملاقة سويز آي سوبريم بعد انحرافها عن مسارها في خط المنتصف نتيجة عطل مفاجئ لتتمكن السفينة من إعادة ضبط موقعها في منتصف القناة وتجنب الجنوح بفضل اتساع عرض المسطح كما نجحت قناة السويس في التعامل مع حادث انحراف سفينة البضائع العامة ليدي دي عن خط المنتصف وذلك خلال عبورها للقناة ما تطلب ربطها بشكل امن عند ضفه القناه في الجزء الشرقي الذي تم توسيعته دون التاثير على حركه الملاحه للسفن التاليه هذا الى جانب حرص الدوله على تطوير محور قناه السويس والمنطقه الاقتصاديه واقامه مشروعات تنمويه جاذبه للاستثمارات الاجنبيه وذلك في اطار استراتيجيه شامله لتحويله الى مركز لوجستي عالمي للامداد والتموين وذلك في وقت يتنامى فيه الاحتياج العالمي لتسهيل حركه التجاره وسلاسل الامداد